بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. آخر موضوع عاوز أكلمكم فيه المسيح الكارز الصامت. تعلموا من المسيح في صمته. احنا شفنا ربنا يسوع في مواقف كتير، إنما احنا المرة دي هنركز على المسيح اللي ما بيتكلمش. إزاي ربنا يسوع من غير كلام، في دروس كتيرة قوي بتتقال، في مسجات صامتة كتيرة قوي بتتبعت كفيلة انها تغير الدنيا كلها. اولا ربنا يسوع عاش حياة صامتة او هادئة 30 سنة اول رسالة. في ناس بتتصور انه الرسالة المسيحية لازم الناس تتكلم وتوعظ وتسافر وتروح. ربنا يسوع عاش 30 سنة لا يتكلم لا يكرز، وده المسيح نفسه. عشان لو واحد حياته كلها كانت كده، طب وماله؟ وماله ممكن يبقى حياته الهادئة الصامتة هي ذاتها رسالة للمجتمع كله. لأن الإنسان المستقيم اللي مملوء نعمة وحب للناس يعيش ويموت من غير ما يتكلم، لكن ناس كتيرة قوي تيجي على حسه. وبقى دايما أحكي لهم حكاية أستاذ جامعة كان في وقت الاضطهاد الشيوعي، جه من أمريكا وكان متدين قوي، فبيمضوهم على ورق وقت الشيوعية بقى في عزها انه ممنوع منعا باتا يدي انجيل او يبشر او يتكلم عن المسيح او الكنيسة او ولا، وده فيها ايه عقوبات شديدة قوي. فمضى طبعا والتزم. فوجئوا بعد اول سنة ان نص الكلاسز بتاعته راحت اتعمدت، طبعا اللي هم امن الدولة بتاعهم بيجيب الاخبار يعني. فجم يحكموه، فقال لهم انا ما نطقتش، ما قلتش ولا كلمة عن المسيح ولا الإنجيل ولا الكنيسة، وهاتولي. وكان بيسجلوا، قال لهم طلعوا كل التسجيلات بتاعت المحاضرات دوروا على أي كلمة. فعلا ما لقوش ولا مرة اتكلم. فراحوا حققوا مع الطلبة اللي اتعمدوا، فقالوا احنا فعلا الراجل ده ما وعظناش، بس احنا حبيناه قوي، تأثرنا بيه قوي، وكنا عارفين انه مسيحي، فبقينا احنا اللي بندور ايه اللي مخليه حلو كده. فهنا الحياة الهادئة الصامتة هي أيضا كرازة. ربنا يسوع ما استخسرش يعيش 30 سنة كأنه نكرة وهو قدوس القديسين، لكن حياته الهادية دي كان فيها مكاسب كتير أوي. يقول كان الصبي ينمو ويتقوى بالروح ممتلئا حكمة وكانت نعمة الله عليه. يبقى المهم هنا انك لو هادي ومش هتتكلم تبقى مملوء نعمة. النعمة مش معناها وعظ ولا معناها خدمة رسمية زي بتاعتكم، لا، هو تواجد مؤثر بدون كلام، تواجد مؤثر وبدون كلام. أتى وسكن في مدينة يقال لها ناصرة، كي يتم ما قيل بالأنبياء سيدعى ناصريا. والناصرة بلد وحشة، سمعتها وحشة، كانوا يتريقوا ويقولوا أمن الناصرة يخرج شيء صالح، يعني من كتر ما الناس دي صعبة. ومع هذا ظل المسيح في الجو ده بكرازة صامتة. تاني رسالة مهمة، التواجد مهم. بمعنى ايه؟ ربنا يسوع كان يتواجد في اماكن ويؤثر دون تعليم. مثلا في عرس قانا الجليل ما كانش المسيح بيوعظ لسه، انما هو دخل فرح. دخلته على الفرح دي يعني غيرت كتير قوي في الجو. لا، يقول كانت أم يسوع هناك ودعي أيضا يسوع وتلاميذه. ده مش مكان وعظ، مش مكان تعليم، يمكن لغاية الوقت ده ما كانش بيعمل معجزات، عشان كده دي أول معجزة. فما كانش تعرف أنه قادر يشفي أمراض، وإلا كان الفرح اتقلب مستشفى. إنما هو بتواجده عمل رسالة جميلة قوي، قدس الزواج، ادى وقار للمكان، فرح الناس الموجودين، شاركهم احتياجاتهم، كشف لنا حاجات كتيرة قوي بالتواجد. فإذا الموضوع مش كلام. أنا برجع وأقول تاني، إحنا بنتعلم من المسيح. لو أنت مليان بروح المسيح، وجودك فقط مهم، وجودك في شغله مهم، وجودك في شارع مهم، وجودك وسط جيرانك مهم. لأنه إيه، أنتم ملح الأرض والملح يدوب في الأكل، فالتواجد مهم. فين لما في يوحنا 7 يقول لما كان العيد انتصف صعد يسوع للهيكل وكان يعلم. لما مثلا دخل بيت حماد سمعان في وسط الجو ده ابتدت المعجزات تطلع،
إذا هو اتواجد في كل حتة، اتواجد في زيارة عائلية، واتواجد في فرح، واتواجد مع الأطفال، واتواجد في الشارع، واتواجد في كل حتة كان يتواجد فيها ربنا يسوع، حتى دون وعظ كان تواجده مؤثر. تالت رسالة من المسيح الصامت تعلموا مني من ربنا يسوع، اللمس، التاتشينج بينز. من امبارح خدنا حاجة براجعها، بس ربنا يسوع في موقف التي أمسكت في ذات الفعل ما كانش يقدر يتكلم بسرعة، أي كلام كان ممكن يتمسك عليه، وهو الكلام محسوب قوي في اللحظات دي، إنما هو عمل تصرفات معينة كانت أقوى من أي كلام. لما انحنى إلى أسفل وبقى على الأرض جنبها، دي رسالة جميلة جدا. لما كتب على الأرض، دي رسالة أخرى صامتة جميلة جدا. لما فضل ساكت، دي لوحدها كانت رسالة قوية. إذا في لمسات كده ربنا يسوع بيعملها تأثيرها قوي. فمرقس واحد أتى إليه أبرص يطلب إليه جاسيا وقائلا له: إن أردت تقدر أن تطهرني. معلمنا مرقس بالذات إنجيله بينط على طول على المسيح الكارث، يعني أقصد إيه؟ ما بيحكيش لا الطفولة ولا بيدخل على طول على يوحنا، بيقول المسيح جاي والمسيح جه، وعلى المعجزات على طول. مرقس سريع في عرضه للأحداث جدا. هنا في موقف جميل قوي حصل. ربنا يسوع كان كعادته يقول كلمة الناس تخف، إنما الأبرص ده بالذات، عشان تتخيلوا الموقف، الأبرص عشان يعمل كده، عشان يجي لازم يقف من عند كده ناحية الحيطة في مسافة 10 متر على الأقل، في مسافة محسوبة الأبرص لا يتعداها للاختلاط بالناس، دي قاعدة عندهم كيهود. فالأبرص ركع من بعيد وقال له: لو عاوز تشفيني تقدر تشفيني. هنا بصوا النص الدقيق، ما قالوش خف، يقول تحنن يسوع ومد يده. يبقى بين تحنن ومد يده حصل ايه؟ اتحرك في اتجاهه، كسر القواعد، وصل لغاية عنده، مد ايده قبل ما يخف. خلي بالكم من اللمسة دي خطيرة جدا، انه يلمس المريض في برسه قبل ما يخف، معناه بيقول له انا مش قرفان منك، انا مش خايف على نفسي، انت مهم عندي حتى لو انت مريض. اذا مد يده قبل ما يقول له اريد فطر. اظن اللمسة دي حتى لو ما كانش خف الابرص، هتبقى اجمل لمسة في عمره كله، ان في واحد مستعد يشيل المرض بداله او يمرض زيه. في لمسات كده اقوى من المعجزات. البرص هو كان الليبروسي اللي هو الجذام دلوقتي، لكن هو يعتقد انه كان فيري اجريسيف زمان، يعني مرض اصعب كمان من اللي بنشوفه دلوقتي. اخذوا من بين الجميع، برضو جابوا له مره واحد ما بيسمعش وما بيتكلمش، عمل حركه غريبه قوي، سحبه من وسط الناس، ده ما بيتكلمش ما بيسمعش، فما تكلمش معاه ولا كلمه، بس مسكه، لانه اللي ما بيتكلمش وما بيسمعش بيحس، فخد بايده وتمشى بيه وفصله عن الناس، عاوز يقول له احنا مش هنعمل منظر قدام الناس، لان هو بيشوف وبيحس، فهو هيشوف طبعا لو عملوا فرجة هتبقى بتجرح. خده لوحده خالص بعيد وابتدى يكلمه بالإشارة، عمل ايه؟ حط صوابعه في ودانه، وبعدين حط صباعه كده، وبعدين حط صباعه على لسانه، كل ده كلام بالإشارة، فاهمين؟ بعدين بص فوق، فاهمين؟ كأنه بيتكلم لغة الصم والبكم، عشان يقول له انا مش، انا عارف انك ما بتسمعش وما بتتكلمش، بس انا بحبك وهتعامل معاك. اما الكلمة الاخيرة اللي قالها افثا، بيقولوا بتتقري من الشفايف، افتح، ما قالش غير كلمة واحدة عشان ما يطولش عليه. هنا تحسوا ان اللمسة دي درس حب، الموضوع مش وعظ ولا معجزة. ما كان اسهل، لانه بيجي وقت للمسيح بيحط ايديه كده يعني بالالاف وكله يخف، ده حالة خاصة، لانه حاسس بصغر نفس، حاسس انه اقل من الناس، مكسوف قوي انه مش فاهم ومش سامع ومش عارف ايه اللي بيتقال عليه وحواليه، لا لازم يديله اهتمام نفسي خاص. رابع نقطة، ربنا يسوع له المجد ككارز صامت، يهتم قوي بالناس
اللي دايما مظلومة أو مضطهدة أو محتقرة أو وحيدة. الفئة دي دايما عينه تروح عليها في الأول. أي حد يحتقر أو يهان أو يتظلم أو يترفض أو يتركن، هم دول اللي يشغلوه أكتر من أي حد. دي حصلت بموقف بسيط مع الأطفال مثلا. الكبار دايما لغاية دلوقتي في بلادنا الشرقية، كنت لسه الأسبوع اللي فات في الصعيد، الناس جاية تسلم بيدهسوا العيال في السكة. يعني يا جماعة دول ولادكو، يعني بالراحة يعني. إنما إيه الطفل ده يعني؟ سعره رخيص. للأسف الشعوب ساعات تبقى مش مقدرة الطفل. ربنا يسوع زعق يعني، شد على التلاميذ لما انتهروهم، ومخاد العيال في حضنه وطبطب عليهم، حضنهم حضنهم وساب الكبار. عاوز يقول لهم استنوا، انتوا اللي تستنوا مش العيال اللي تستنى. دول المضطهدين، دول المظلومين، دول الموحودين، هم دول اللي. والطفل مش محتاج وعظة ومش محتاج معجزة، بس محتاج حضن، محتاج طبطبة. كل دي مسجز المسيح بيبعتها أحلى من أي كلام ممكن نسمعه. برضو الست العجوزة اللي كان مش عجوزة على فكرة، هي ست بس كان عندها المرض بتاع اللي هو تقوس الظهر ده، روح ضعف 18 سنة وكانت منحنية ولم تقدر أن تنتصب. لما رآها يسوع دعاها، وكان يوم سبت على فكرة، وقال لا، هو اللي دعاها، هي ما جاتش ومش في بالها أنها تخف، هو نادى عليها. لأن هي ست ساعات يرسموها كده إيه، مش قادرة حتى تعمل كده، مش شايفاه من كتر ما وشها في الأرض، لكن هو اللي قالها تعالي. يبقى هو عينه راحت للشخص الأكثر احتياجا، للست. الست كيهودية مهملة على فكرة، فلما تبقى ست ومريضة وفقيرة ده كده يعني إيه، محدش هيبص لها خالص. لكن هي دي اللي بصلها المسيح ودعاها وقال لها أنت محلولة من ضعفك. دايما ربنا قلبه مع الناس دي. الشحات بارتيماوس الأعمى ده كان شحات، شحات، والمسيح مزحوم جدا وحواليه بهوات. يعني في الآخر طبعا كل الدنيا بتجري ورا المسيح، إنما هو ماشي في سكة أريحة. الشحات قعد ينادي يا ابن داود ارحمني، وقف الدنيا كلها واستدعاه، قال له عاوز إيه؟ عاوز أفتح؟ قال له فتح. طب يا رب ده وقت شحاتين، ده انت معاك يعني الافات محاوطينك وناس كتيرة، يعني خطوتك محسوبة ووقتك بالثانية. لا معلش ده مهم. يبقى هنا تاني المسيح الصامت بيعلمنا كتير. ربنا يسوع كمان في صمته بيختار اختيارات تقربه للناس جدا. بمعنى ايه؟ انتوا عارفين كان مسافر وعدى على السابر. السامرة بلد كانت مش محبوبة عند اليهود، السامريين ما يحبوش اليهود وهم اليهود يكرهوهم لأن معتبرينهم هراطق. فالبير بيبقى بره البلد، يعني البير والمدافن بره دايما البلاد زمان كده. فالسامرية طالعة في عز الظهر على البير، ربنا يسوع يوصل في الميعاد اللي هو حاسبه ويقول لتلاميذه روحوا اشتروا لنا أكل، يوزعهم عشان يستفرد بيها. وبعدين يقول جلس هكذا على البئر، يعني بقاله كذا ساعة ما نايم، أقطيت ماشي فتعبان، قعد كده على الأرض، قعد على البير، يعني ما حدش جاب له كرسي، ما فيش ظلة، ما فيش، عادي جدا. فمنظره ما يقولش خالص إنه شخص مهم، لأنه لو بان في منظره إنه شخص مهم هي مش هتتعامل معاه. لكن هو باين عليه شخص غلبان وعطشان ومنهك، فيقدر إيه يدخل المدخل اللي هو ناويه، ما تدينا اشرب. فمين وكل ده خطة جواه عشان ايه؟ لو بان انه 12 راجل حواليه باصين له، لا يبقى شخصية مهمة، مش ممكن هي تفتح الكلام معاه. اذا ربنا يسوع كل ده في دماغه عشان يشارك الفقير ويشارك المهان او المذلول، يقول له انا بتاعك انت وفضيلك انت. وقعد يحكي معاها طويل لغاية لما جم الرجالة، هي فوجئت ان الناس دي كلها تلاميذه. هي اتخضت في الاخر لما لقى كل دول جايين يقولوا له يا معلم، يا نهار ابيض، وانا قاعدة اتكلم معاك كده براحتي وخبط ورزع واقول لك اذا كنت يعني عندك حاجة اديها لنا. طلع مهم قوي.
برضو المسيح لو المجد ما كانش يفكر ينام فين، لما جه واحد يقول له انا ماشي وراك على طول، قال له ما تعشمش في حاجة، لا الثعالب او جرى ولا طيور السماء او كار، ابن الانسان ليس له اين يسند راسه. يعني حتى المخدة ممكن ينام عامل ايديه تحت راسه وخلاص. الى هذه الدرجة من البساطة ربنا عاش، وينام في مركب وينام في جبل وينام، مفيش مخدة حتى يا رب، مفيش بطانية، لا مفيش، لكن هو اللي يغني الدنيا كلها، مستعد يعيش أفقر عيشة عشان يوصل لكل شخص. كل دي دروس صامتة، هو مش لازم يقول وعظ عن الترك والنسك والزهد، لكن اللي عاشه معاه شافوه بينام ما بيقولش هاتولي مخد. ربنا يسوع كمان في صمته كان يحب الخلوة قوي، فده كان درس لتلاميذه ولكل الأجيال. في الصباح باكرا جدا خرج إلى موضع خلاء وكان يصلي. حرص ربنا انه ينفرد بنفسه ويطلع كده يصلي في الخلاء، وبتتكرر كل شوية. ده معناه انه في رسالة صامت، ما ادناش عمره وعظة عن اهمية الخلوة، ما فيش وعظة بالمعنى ده، ما فيش تعليم واضح كده ولا كذا آية حتى، انما في قدوة واضحة قوي من صمت المسيح وهو بيتمشى لوحده في الجبل، وهو بيتمشى في البحر لوحده، وهو قاعد مش عاوز يقابل حد. كل ده مهم. في تلك الأيام خرج إلى الجبل ليصلي وقضى الليل كله. يبقى حتى الخلوة صبح وليل، يعني ملهاش ميعاد ثابت من كتر حرصه على الاختلاء. برضو لما شفنا ألزم يسوع تلاميذه أن يسبقوه إلى العبر، حتى لو حواليه زحمة يعرف يهرب من الزحمة أو يوزع الناس عشان ياخد الخلوة، عشان يقول لنا من غير كلام يا جماعة خلوا وقت هادي لنفسكم. المعاناة في صمت، صمت المسيح بيبقى أقوى من الكلام في مواقف كثيرة. من أجمل بقى مواقف الصمت، صمته في المحكمة وصمته على الصليب، لأن ربنا يسوع بيتظلم ظلم بشع، والغش والكذب اللي بيتقال قصاده يعني ولا اللي بيحصل في الثورة ده أضعاف. وظل صامتا، ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه. ما أصعب الصمت أمام الظلم، صعب جدا إنك تكون مظلوم وحتى ما تصرخش وتقول أنا مظلوم أو ما تعلنش الحقيقة، لكن هو عارف إنه مهما قال محدش هيسمع، فإيه خلينا نكلم ربنا. يعني احنا ممكن نطالب بالحق، لكن لو محدش هيسمع هنسكت ونكلم ربنا. ففي اللحظات دي كان عارف انه محدش هيسمع، وفي صمته علمنا ازاي الوداعة، ازاي الهدوء، ازاي السلام بالرغم من الوحوش اللي حواليه والمؤامرات اللي حواليه. ربنا يسوع له المجد كان في صمته ككارث صامت بيرعى الناس. بمعنى ايه؟ هو مش طول الوقت كلام، لكن مجرد يجمع تلاميذه كل شوية ويشبعهم باهتمامه، ده كان درس صامت في الرعاية. فلما قال لهم انا الراعي الصالح وانتوا الخرفان، او المعنى كان واضح، هو كان كل يوم يسحبهم في حتة ويمشي وراه ويقعدوا في حتة ويحكي وياكل. الكرازة الصامتة او المسيح الصامت، اولا بنتعلم من قدوته، القدوة يعني ايه يا جماعة؟ الكلام مش أهم حاجة في المسيحية، افتكروا المبدأ ده، الكلام مش أقوى حاجة في المسيحية. بولس قال حكمة، قال ملكوت الله إيه؟ ليس بكلام بل بقوة. خلي قوة ربنا فيك، مش مهم تتكلم، قوة الحب وقوة الوداعة وقوة البساطة وقوة التواضع، كل ده له تأثير رائع أقوى من الكلام. كان ربنا يسوع في صمته بيدي دائم العطاء، يعني وانت ساكت من غير ما تتكلم always giving، دايما بيدي، دايما سخي، دايما تعبان مع اللي حواليه لغاية غسيل الأرجل. كل دي دروس صامتة أقوى من أي كلام. كمان في كراسته الصامتة التواضع جذاب جدا، كونك شخص مهم ودايما سلوكك متواضع، دي ليها كاريزما او جاذبية عالية جدا، كل الناس بدون استثناء تتشد للتواضع.
دي حتة بقى ايه، لا تقول فيها مسيحي ولا غير مسيحي، اي بني ادم يتعامل مع شخص متواضع بجد يحبه ينجذب له. اذا كنا كمسيحيين المفروض سمة اساسية ان احنا متواضعين، ومن هنا الجاذبية، نشد زي المغناطيس كل البشر كده بالتواضع اللي فينا اللي شبه المسيح. الصمت هنا دايما مرتبط بالتعب. المسيح لو المجد كان يمشي كتير ويتعب كتير، والتعب ده كله ما كانش معاه دايما كلام. الكرازة الصامتة تخلي المسيح يقول تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب، تجدوا راحة لنفوسكم. الحب الصامت يخليهم، هذه وصيتي أن تحبوا بعضكم بعضا. التواضع بان قوي يوم ما غسل رجليهم وأصر يغسل رجليهم، وبعدين قال لهم الدرس بعدها. التعب من أجل الآخرين يخلي القديس لوقا يقول تعبير مهم قوي ابتدى بيه سفر الأعمال، جميع ما ابتدأ يسوع يفعل ويعلم به. يبقى قبل ما المسيح يعلم كان فاعلا. احنا لسه ما خلصناش دي، احنا بننط على طول ونبقى عاوزين نبقى معلمين. لا، خلينا فاعلين، خلينا فعلة، خلينا عاملين بالكلمة، وفين لو جه فرصة للكلام نتكلم. ربنا يدينا نعمة ان احنا مش دايما نستعجل الكلام، انما نركز قوي على ربنا يسوع المعلم الصامت. وانتوا بتقروا الاناجيل حاولوا دايما تفكروا بالطريقة دي، هو في صمته يتكلم. افتكروا المعنى ده، في صمت المسيح دروس لا تقل ابدا عن عظاته. فيبقى فكرة تعلموا مني مش محتاجة وعظة مباشرة، لا، محتاجة نظرة وتركيز، والأسلوب اللي بيتحرك بيه ربنا يسوع لوحده مدرسة لا تنتهي. لإلهنا كل مجد وكرم.